حادة حامل تملك سيارة مرسيدس وتسكن في حي فخم. لاحظت ميليسيا سميث سيدة حامل وابنها يشحدان على قارعة الطريق في سان دييغو، فشعرت بالتعاسة لحالتهم المزرية. وفي يوم من الأيام شاهدت سميث الشحادة تركب سيارة مرسيدس برفقة طفلها، فتبعتهم سميث بدافع الفضول لا غير، إلا أنها أدركت أن السائق زوجها أو شريكها. وبعد عدة أيام شاهدت العجوز السيارة نفسها تقف وتنزل منها الشحادة، فشعرت سميث بالغيظ ولحقت بالسيارة إلى أن وصلت إلى شقة فخمة في حي محترم. فقامت سميث بأخذ رقم السيارة وإرساله إلى محطة التلفزيون التي وجدت أنها تعود لمالك يسكن الشقة الفخمة في حي يبلغ الأجارة فيه 2500 دولار شهريا. إن بعض الناس يحبون العيش بين الأحذية، فما رأيكم أنتم يا سادة؟